ليه؟ اقترح عليك نطلع من هون، انا بحاجه لهوا نظيف. القعده بين الحيطان ما كثير بتناسب حالتي. موافقه؟ اكيد موافقه. بس دقيقه الحاسب. العمى على السحبة. لا تقلي حلوة. لا وشو كانوا يضحكوا علينا؟ قال سكوبي دو بيخاف من اللصوص. كلب وبيخاف من اللصوص. شو السحبة؟ لا وبينتصر بالأخير يعني. يا حراري شو كانوا يكسبوا علينا يسحبوا علينا. لا وعدنان، قال عدنان بزت حاله من الطيارة وبيتشنقل بطرف إصبعته هيك شي 500 كيلومتر وبيقلصوا عليه، عرفتي؟ بيقلصوا عليه وهو بيروح يمين وشمال ويمين وشمال. واحد شعلية شعلية شعلة شعلة صحاب. لا هذا الكابتن ماجد موصة غريبة عجيبة يعني. طبعا بتروحي على السودان وبترجعي والطابة لسه ما وصلت على الجول. نعم والله العظيم شي عجيب. لا وكنا نصدق يعني نصدق شي مثل المجانين. طفولة طفولة غريبة شي عجيب. وشو جاب سيرة هدول عدنان وماجد ولينا كنت عم بتقلي اللي بدهم يحبسوه زلم كرتون. ايه صح يعني يعملوا اللي بدهم اياه. دخيلك اعلى ما بخيلهم يركبوا. قلتك ما بيجي بالامر شيء ينبك عليه. طبعا ليكي هو الامر ما بالايام يعني شو بدي اقول لك. لما زيد اسمي زيد اسمي الو. العمر بالتراكم لما بالتجربه، عرفتي؟ وان شاء الله يعني يكون في شيء جديد وايام ظريفه بالمستقبل ان شاء الله. ليكي لما هو ما بقى في شيء بالعمر بينبكى عليه، بالعكس هلا بلش العمر. يعني العمر مش بالايام، يعني مش بالايام اللي بتأديها، هي بالتجربه وبالتراكم. هيك بيقول الواحد انه هلا بده يكون في ايام حلوه ان شاء الله، يعني ان شاء الله تزبط ان شاء الله. كل حياتي تعب، انا ما عشت ايام حلوه، صدقيني ما عشت ايام حلوه ابدا، كله سخيف وكله تافه. ليش؟ شو ليش؟ لك لو غيري تعب هذا التعب اللي انا تعبته كان هلا عم بلالي فوق. وانت هلا فوق؟ فوق البطيخ، لكني خرقه عم بتمرقعها الريح. تمرقعها الريح؟ شو يا؟ كأنه تحرك فيك الشاعر؟ تحرك فيني الحمار. قلتك ليش هيك عم تحكي على حالك؟ ما بعرف والله، ما بعرف، حاسس حالي ولا شيء، حاسس حالي تافه سخيف. اوف لا اوف ولا شيء، انا هيك حاسس، هي الحقيقه. لا يا سيدي غلطان كثير. حياه ابوكي خلص لك يا لما عجبها، يعني كل مصايب الدنيا فوق راسي. بتعرف شو بيعملوا فيني بكره؟ بدكوني بالسجن، بيعلقوا مشنقتي، الله يعلم شو بصير مسخره. وبتقولي لي ماني غلطان؟ بس كأنه أول مرة عم تحكي عن حالك إنك سخيف. يعني بالمرات القليلة كنت توحي لي بإنك ملك الكون. ما بعرف بس أنا هلأ هيك حاسس. شايف الحشيش قديش مهم؟ روح لك الغشاوة اللي على عيونك وخلاك ترجع حدا صافي. لا لا لا، ما هذا ما له علاقة، هذا ما له علاقة أبدا. لا له علاقة وكتير كمان. شو رأيك تكتبي رشيد للمرضى
وتعملي لهم موافقة يشتروا من الصيدلية. بس انت مو مريضي. ومين قال انه انا مريضة؟ انت اللي عم بتقول اني انا وصفه لمرضاي. ايه بس انا ما قلت اني انا مريضك. بس انا عطيتك. انا اخذت لانه انا بدي. وبجوز هنن بدهم. اوه ولا شو بدك الا خلص بقى تعملي لي اياها قصه. شو جاب السيره هي يلا؟ الكرتون. لك يضرب الكرتون واللي رسمه هات يا طيبه. سمت لي مريضك ومريضي ومريضك خلينا بعدنان وليلى. وهذا توم بيصرخوا مقلاية لجيري بيلزقوا بالعيط بصير مثل الرسول. لا بيرجع بيرقد المهم. مين عم بيحكي معي؟ ناصر طلعوا من السجن معناتها. شو اليوم الحلو؟ شوفي شو صاير. خرسي وسكري تمك ما بدي اسمع صوتك. عيب هالحكي رؤوف بس فهمني. شوفي وليه بنت الكلب؟ بنت الكلب؟ ايه بنت الكلب. معلومة انه في طلع على معمل الادوية. مين سربها؟ ما بعرف. لا 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 بتعرفي كل شيء. كل خطوة بدي اعملها اكتشف انه الكلاب عنده خبر فيها. حتى شكيت بزلمي حطيتهم كلهم تحت المراقبة. بعدين خطر لي انك تكوني انت. حاولت كذب المعلومه. بعدين سربت لك معلومه على قعده مزاج مثل ما حضرتك بتقولي. تاني يوم بكتشف انها موجوده ومنشوره على الفيسبوك. مو صحيح. انا ما بعرف انت عن شو عم تحكي. لا بتعرفي كثير منيح عن شو عم بحكي وبدي اعرف اكثر. بدي اعرف كل شيء يا علماء. ابو هادي مرشدي فتش المكتب كله حتى الحمام. بتجيب موبايلة لهالكلبة وبتخلي معك. حاضر سيدي. رؤوف لا تكون مجنون. بدي ارجعك يا رؤوف. اسمعني منيح. سيادة المختار حبيبك. أما أنا فماني هيك بنو. كلمة وحدة بقص لسانك. رؤوف سيدي قلت لك بقص لسانك يعني بقصه. من نفسي وعدي ولا كلمة. سيدي عم لك كل شيء تحت السيطرة. بس يا رؤوف هلا إذا بدك تسمعي من غيري أنت حرة. امبارح بس مخلصين على أكثر من 20 مسلح عاملي فيها وضيع. لحقت تطلع من عيادة لمن؟
عملت شو؟ إذا بتريد رؤوف، كنت بعيادة لما من ربع ساعة وكان معك زلمة، بقى ما في داعي للإنكار. شو يا ست سوزان؟ الله يخليك لا تعملي مثل كل مرة. وإيه، بعتي حدا يراقبك وكنت هنيك. تراقبيني؟ حق جوزي وأبو ابني، ومن حقي أعرف كل تحركاته. نايمة صغير والحين عصام. رؤوف، أنا بدي أطلع. ايه رح طلعك بس بالصالون. رؤوف ما عم بمزح. وأنا ما عم بمزح، نايمي والحين. الله بالآخر طعمك اللي كنت طول عمرك تتمناه. حافظ على بيتك الجديد لأنه هي آخر فرصة لإلك. شو؟ شو هاد؟ تعودت ما أخاف منك بابا. أنا حريصة عليك وعلى أخي اللي عندي إياه بالدنيا كلها، لهيك عم أقول لك هالحكي. انقلع من وشي. ليش لا تنقلع؟ عم أقول لك اللي بدي إياك تفهمه كثير منيح. ولك أنتو مجانين، أنتو مجانين. ليش مجانين؟ فيك تقلنا شو كنت عم تعمل عندما؟ مو على اساس قطعت وعد على حالك انك ما تقرب منها ولا تخليها تقرب منك؟ ليكي انا هلا بدي اعرف مين اللي بعتي لحتى يراقبني، والا قسما بالله بحرقك. ما رح لك وبدي اتطلق. ولك يا مجنونه انت مالك فهمانه شيء. ما بدي افهم ولا بدي فهمك. طلقني هلا رؤوف. ماشي رح اطلقك، بس انا لازم اعرف. لك يا بابا مو كل شيء بينحل بالعياط. انا يا على رفتك انت نقلع لفوق. اطلع لفوق، اطلع لفوق. اسمعي ما معناتها اذا جبتي لي ولد بدك تتجاوزي حدودك. طلقني. انا ما رحت لعند لما. امبلا رحت، ومن ربع ساعه بالضبط كنت هنيك، وبعد شوي بقول لك اسم العسكري اللي كان معك كمان. انا ما رحت لعند لما حتى لو رحت. شو يعني؟ هلا ما بقدر احكي. اذا بدك الموضوع يمرق على خير بدك تنسيه تماما. لا ما بدي انسى. طلقني رؤوف. لك يا مجنونه، يا مجنونه الموضوع اكبر بكثير من اللي انت عم تفكري فيه. شو ما بيبرر لك انك تخوني؟